مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. يستمر الارتباك في سير المدرسة العمومية بعد اتفاق الحكومة والنقابات على زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم وتسويات لملفات فئوية عديدة. وأعلنت تنسيقيات في قطاع التعليم إضرابات جديدة خلال أيام الأسبوع الجاري، فيما دعت النقابات التعليمية إلى استئناف العمل مشيدة بمسار الحوار مع الحكومة. فأي انعكاسات للوضع الحالي على الموسم الدراسي؟ وما هي السيناريوهات الممكنة لأزمة الإضرابات المتتالية؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عن الاتحاد المغربي للشغل، وينضم إلينا أيضا أستاذ مصطفى صائن الكاتب العام والناطق باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمغرب، وينضم إلينا من تزنيت الأستاذ علي فناش نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب. ضيوفنا الكرام أرحب بكم جميعا. أستاذ مصطفى صائن، كان من المفروض أنه بعد الاتفاقات التي جرت بين الحكومة والنقابات أن تؤدي إلى عودة العمل واستئناف الدراسة، كيف هو الوضع اليوم؟ مرحبا بك سيدي محمد، مرحبا بضيوفك الكرام، مرحبا بالمشاهدي الكرام. طبعا جمعية أباء والتلاميذ أسر التلاميذ والمغرب كانوا ينتظرون مخرجات اللقاء واجتماع 10 ديسمبر الأخير بفارغ من الصبر. وبعد ظهور هذه المخرجات ونتائجها وتعمم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية تجدد الأمل وبدأت الاتصالات، وكنا نأمل أن تستأنف الدراسة يوم أمس الاثنين وأن تأخذ جميع الهيئات ورؤساء وجهة التعليم هذه المخرجات على محمل كخطوة مشجعة للمزيد من تحقيق الملف المطلوب. فتحنا اتصالات مع أسر التلاميذ وممثليهم على المستوى الوطني، فتحنا اتصالات مع نساء ورجال التعليم، قلنا لهم أننا نعتبر بأن ما جاء في المخرجات هو شيء مشجع على اعتبار أن الرهان كبير، يجب أن نستحضر تعطل الدراسة لمدة شهرين وأن مستقبل الأجيال المتعاقبة من أبناء المغاربة في حرش. فقلنا لهم لا يمكن أن ننظر إلى الغريق ونتساءل حول ثقته. قلنا لنساء ورجال التعليم، الناس اللي معهم على اتصال دائم في ثلاث اتجاهات، هذا دورنا، لأن دورنا هو أن نلعب واحد دور اللي مسهل لأولا للحوار وكذلك مسهل لتقبل مخرجات الحوار أو تصحيحها. ما خرج به الاتفاق ديال 10 ديسمبر كان خطوة غير كافية، ولكنها قادرة على أن توقف هذه السلسلة من الاحتجاجات على أساس أن هناك جولة أخرى يجب أن نطورها وأن نضيف إليها خطوات أخرى ونصححها هي بنفسها. طيب، مخرجات ديال 10 ديسمبر، كيف هو الوضع اليوم أستاذ صائن؟ الوضع لا يوجد هناك تجديد على ما نلاحظ، ليس هناك تغيير في الوضع، لا زال الأساتذة نساء ورجال التعليم على موقفهم الاحتجاجات. سألناهم عن الأسباب، أدلوا لنا بكثير من الأسباب، ونحن في هذا البرنامج إن شاء الله سنرفع هذا الصوت على أساس أن يتم تصحيح، وأننا يمكن غدا، نأمل أن غدا يمكن توقيف هذه الاحتجاجات والإضرابات. طيب، ونفتح صفحة جديدة لتصحيح كل هذه الأخطاء التي وقع فيها الجميع، وقعت فيها الوزارة، وقعت فيها الحكومة، وقعت فيها النقابات، وقعت فيها التنسيقيات. نحن نشاهد من موقع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، نحن لنا تقدير خاص، وتقديرنا هو التقدير الذي يمكن أن يدفع بحل هذه الأزمة. طيب، التي طالت والتي أضرت كثيراً بالأسر وأضرت بالمدرسة. شكرا لك أستاذ مصطفى صائن. دعنا أيضا نستقي الوضع مع الأستاذ علي فناش نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أباء وأمهات التلامذة بالمغرب من تزنيت، كيف هو الوضع وكيف انعكس اتفاق الحكومة والنقابات على
وضع المدرسة العمومية؟ بداية تحية لكم سي محمد، تحية لضيوفكم مرحبا. الكرام، تحية لجميع الأمهات والآباء بالمغرب ولجميع المشاهدين قناة ميدي أن تي في. أولا الوضع كما هو معروف لدى الجميع وضع غير مرضي مقلق، ووضع لا يمكن أن يقبل به أي أحد في المغرب. بالنسبة لنا نحن في الفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأولياء التلاميذ في المغرب، استبشرنا خيرا بالعودة إلى الحوار، واستبشرنا خيرا بما تم التوصل به لحل هذا المشكل الذي استمر طويلا والذي عانت منه الأسرة المغربية وعانى منه التلاميذ، واستبشرنا خيرا بالتراجع عن مجموعة من الدواعي التي كانت سببا في الخروج للشارع وفي تأزيم هذا الوضع والإضرابات. وفي نظرنا نحن نرى أن ما تم القيام به اليوم هو خطوة جد إيجابية وهي مستمرة مع الحكومة، ونأمل أن تكون يدا ممدودة بكل إيجابية لجميع نساء ورجال التعليم بالمغرب، يد ممدودة للعودة إلى الفصول الدراسية وبطر هذه القطيعة الموجودة بين التلميذ والفصل الدراسي. هي مناسبة لنجدد أننا في هذا المسار الذي عمليا. استاذ علي فناش، هل الدراسه متوقفه كليا من خلال ملاحظاتكم، ام ان هناك فئات تشتغل وفئات لا تشتغل؟ كيف هو مستوى العمل في المدرسه العموميه؟ حاليا هناك عوده للمؤسسه التعليميه الا من بعض الفئات التي لم تعد الى اقسامها، ولكن نحن نامل ان يتم ان تتم العوده كليا وان يعود الوضع الى ما كان عليه، لنبحث لنتيح الفرصة سواء لممثلي الآباء للحكومة للنقابات أن تساير أو توصل مع الحكومة حل باقي الإشكالات المطروحة. نحن نعرف أن منظومتنا التعليمية ليست خالية من جميع من المشاكل وليست خالية من، ولكن الوضع الحالي يستدعي منا جميعا أن نستحضر الحس الوطني، أن نستحضر أن هذه الفئة الهشة هي المتضررة. نحن كلنا آباء ونحن كلنا نحس بهذا الوضع، ونحن نعامل جيلا بأكمله، ويجب أن نتضافر الجهود سواء من النقابات والحكومة ومن جميع من التنسيقيات لنحل هذا المشكل. طيب، العودة إلى الأقسام لا تعني أننا لا تعني قطع الحوار، لا تعني عدم المطالبة بالمطالب. شكرا لك أستاذ علي فناش. أستاذ محمد خفيفي، طبعا كانت لكم لقاءات مع الحكومة واتفاقات، المحطة الأخيرة كانت اتفاق متعلق بتحسين الدخل، لكن المدرسة العمومية هذا اليوم كما في الأيام السابقة هي لم تستعد بعد نشاطها الاعتيادي. لما هذا الحوار؟ لما هذا المسار كله إذا كان أنه لا يفي بضرورة استعادة المدرسة العمومية لنشاطها الطبيعي؟ تحية لك الأخ محمد برويس، وتحية لضيوفك الكرام سي محمد السعري. قبل أن يحضر الصوت النقابي معكم، يحضر معي الآن صوت الأب، وهذا الصوت نتقاسمه اليوم مع جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. هو صوت جميع المغاربة اليوم الذين يرفضون هذا الوضع المأزوم اللي خلى التلاميذ 7 المليون ديال التلاميذ خارج أسوار المدرسة. الوضع يزداد تعقيدا، والوقت مرور الوقت يعقد الأمور. ومن هذا المبدأ مناشدتنا كنقابات وكجمعيات الآباء وأولياء الأمور هي قائمة اليوم لنساء ورجال التعليم أن يعودوا إلى مدارسهم، أن يعودوا إلى أقسامهم، على اعتبار أن الحوار
والتفاوض مستمر. انخرطنا في سلسلة من الحوارات، بدأناها مع السيد رئيس الحكومة وانتهت في اللقاء ما قبل الأخير، لأنه كما يعلم الجميع هناك لقاء مرتقب يوم الخميس. اللقاء السابق كان لقاء عسيرا وشاقا وماراثونيا امتد لأربعة أيام مع السيد فوزي القجاع، ووضعت النقابات التعليمية الأربعة ملفا مطلبيا تم التفاوض حوله، وكان من نتائجه مجموعة من المكتسبات التي نعتز ونفتخر أنها تحققت في هذه الآونة، على اعتبار أنه لسنوات طويلة من 2010 لم تكن هناك زيادة في أجور النساء والرجال التعليم. آثرنا أن يكون التفاوض حول الأثر المادي هو الأول، على اعتبار أنه كان مطلبا ملحا ونجحنا في ذلك، أولا انطلاقا من الزيادة العامة في الأجور اللي وصلت 1500 درهم موزعة على سنتين، وغادي تبدا في 1/1/2024، تتم ديالها غتكون في 1/1/25، إضافة إلى مجموعة من المكاسب المرتبطة بفئات كانت فئات متضررة، عانت كثيرا، وقفت كثيرا، احتجت كثيرا، واستطاعت النقابات أن تطرح ملفاتها النقابية بشكل قوي، بشكل جدي، بشكل مسؤول. كانت هناك كما ما فيها بس نعاود ونذكره، كان هناك تعويض بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي اللي هو 500 درهم، على اعتبار أنهم ما استفدوش من خارج السلم، فهذه 500 درهم كتجي كتعويض إضافي. إضافة إلى ذلك هناك 500 درهم أيضا كتعويض لفئة المساعدين الإداريين والتقنيين على اعتبار الدور الأساسي اللي كيقوموا به. كانت هناك أيضا 500 درهم تعويض للمتصرفين التربويين، إضافة إلى مخارج أخرى اللي هي ما عندهاش علاقة بالفئات، ولكن عندها بعد هذا الاتفاق أستاذ خفيفي بعض الفئات ولا سيما من فئات الأساتذة التعليم الابتدائي وأستاذات التعليم الابتدائي يؤاخذون على أنه هذا الاتفاقات لربما أعطت الكثير لفئات أخرى وأهملت الفئات التي تشتغل في القطاع الأساسي للتعليم الابتدائي. كيف تنظرون إلى ذلك؟ وهذه الانتقادات هي شائعة جدا في منصات التواصل الاجتماعي، نعم، وحتى على ألسنة السادة، نعم، والسيدات، تابعنا هذه الأستاذات والأساتذة. نعم. صحيح تابعنا هذه الانتقادات من على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعناها حتى من رفاقنا المقربين منا. ففي إطار عملية مقارنة يبدو أن هناك فئات ربما استفادت أكثر من فئات أخرى. اللي بغيت نأكد عليه اليوم هو أن الشعار النقابي ديال النقابات التعليمية ومنها الجامعة الوطنية للتعليم بشعار أساسي وهو خذ وطالب. لكن في مسألة الأخذ أستاذ خفيفي، بما أنه هذه المرحلة أيضا هي مرحلة حساسة جدا، ألم يكن من الحكمة، نعم، وطبعا هذا ليس موقف، هذا سؤال، ألم يكن من الحكمة التركيز على فئات الأساتذة لوحدهم ما دام أن هذا التوتر هو يأتي من هذه الفئة وهذه الاحتجاجات تأتي من هذه الفئة، التركيز فقط على هذه الفئة وإيلاءها الأولوية بكل المكتسبات في هذه المرحلة وترك الفئات الأخرى؟ هل استحضرتم أيضا هذا الجانب أم أن مقاربتكم هي ترتكز لربما على الأخذ بكل الملفات دفعة واحدة وفي الوقت نفسه؟ نحن نظرنا إلى الملفات المطروحة نظرة شمولية، ومع ذلك أؤكد بأن الهيئة التدريس استفادت من خلال هذه المخرجات التي توصلنا إليها. ويكفي غير باش نعطي مثال ديال أساتذة السلك الثاني بالدرجة الأولى. أساتذة السلك الثاني بالدرجة الأولى استفادوا من تعويض قدره 500 درهم، استفادوا أيضا من 1500 درهم كزيادة في تحسين الدخل، وسيستفيد منهم أيضا من كان مرتبا في الدرجة 5 خارج السلم بألف درهم. إذا فهذه عملية إحصائية أولا على مستوى السلك الثاني هو
فئة اللي استفدت وكيعتقد انه اللي درنا عملية حسابية سنلاحظ بانه هناك زيادات مهمة. بالنسبة للتعليم الابتدائي والاعدادي بالاضافة الى 750 درهم السنوية، هناك زيادة على مستوى، اولا اشتغلنا على مستوى زيادة على مستوى الترقي، بحيث انه كانت الترقية كدوز على 3 سنين رجعناها لسنتين. زدنا ايضا الناس اللي كانوا حاصلين في السلم 10 اللي كنسميهم الزنزانة 10، عطيناهم 4 سنوات اعتبارية اللي غادي يتحسب لهم السلم الترقي، وحتى اللي وصل السلم 11 فهو غادي ياخذ معاه 4 سنوات ترقية استثنائية الى السلم 11. لا، هما قضية الترقية استثنائية لم تكن مطروحة على طاولة المفاوضات. حنا مشينا بملف في مجموعة من النقاط، كما قلت ما نساوش ان هناك ملفات اللي باقين فرضنا انه ستناقش في القريب العاجل. الاطر المشتركه بين الوزارات كانت حاضره بقوه في النقاش، ولكن لم نجد تجاوبا على اعتبار ان هذه المساله يمكن ان تناقش في الحوار المركزي، ولكن كان الحاح ديال النقابات انه ضروري هذه الفئه تقوم بدور اساسي في المنظومه، وضروري ان ننتبه اليها اضافه الى التقنيين والى المحررين والمهندسين، فهذه كلها فئه اللي هي عامله بالقطاع ويجب ايضا ان تستفيد من التفاته على مستوى الزياده في الاجور. كذلك ملفات اخرى، مثلا العرضيين، وهذا ملف اللي سبق لنا اشتغلنا فيه، والتكلفه ديالو ليست عسيره. ماذا تحقق في مساله العرضيين خاصه اولئك الذين يطالبون طبعا باحتساب اشتراكاتهم في التقاعد في سنوات الألفين؟ هل هناك مكتسبات في هذا الباب أم لا؟ السي محمد نحن الآن، أنا أقولها بجرأة النقابية، نحن الآن نؤدي ضريبة تهاون وزارة التربية الوطنية في التعامل مع الملفات النقابية. هذا الملف جلسنا فيه مع وزارة التربية الوطنية في إطار لجنة خماسية، وحريح معنا حتى الصندوق المغربي للتقاعد، وفدينا الامور، وبقات المرحله الاخيره هو ان الوزاره ستاخذ هذه الملفات للتقاعد، ولكن كان هناك تلكؤ وتباطؤ وتسويف هو اللي وصلنا الان لهذه المرحله. كما قلت حنا كنأديو ثمان ديال 10 سنوات عجاف كما كنقولوا حنا في الاتحاد المغربي للشغل، اللي خلات اننا ملي بركنا مع القجع لقينا راسنا امام 22 ملف، وهذه مساله غير مقبوله في اطار التفاوض والحوار. اذا حنا الان إذا كان شي مستجد في إطار هذا الحراك التعليمي، هو أنه خلانا نعيد جميعا، لا نقابات ولا وزارة التربية الوطنية، أن تعيد النظر في آلية الاشتغال ديالها. كما قلت، لا يعقل أننا نراكموا 22 ملف فئوي اللي تقل الآن على كاهل الحكومة. أنا الآن أقول بأنه نعم. شكرا لك أستاذ خفيفي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سنعود إليك. أستاذ مصطفى صائن، هناك حوار يجري الآن بين النقابات وبين وزارة التربية الوطنية والحكومة. كانت هناك إجراءات اتخذت فيما يتعلق بتجميد مضامين النظام الأساسي، هناك أيضا مكتسبات فيما يتصل بتحسين الدخل، هناك لقاءات مرتقبة في هذا الأسبوع أيضا من أجل الحسم في التعديلات. لكن هناك شرخ بين مسار الحوار والمكتسبات التي تأتي بها الحكومة والنقابات، وبين استمرار وضعية الجمود في المرفق المدرسي. كيف تنظرون إلى هذا؟ سي محمد، احنا في النقاش ديالنا مع مجموعة من الأساتذة نساء ورجال التعليم، مع فعاليات مدنية وفيهم الناس اللي في التنسيقيات وفيهم الناس النقابات، حول رأي ديالهم في المخرجات ديال 10 دو جنبير. بالنسبة لنا احنا اعتبرناه مشجعا جدا باش ندخل خطوات من طرف الهيئات الداعيه للاضرار. وطرحنا لهم واحد المثال، قلنا لهم الا كان واحد الطفل في كيغرق ومديناك واحد طوق النجاه، واش غادي تبقى تقلب هذا طوق النجاه؟ واش هو من الخشب او من الكاوتشو؟ ننقذ اولا، ننقذ 7 ملايين ديال التلميذات والتلاميذ واللي الاسر ديالهم يحترقون يوميا. لا فتحنا هذا الباب ديال المعاناه ديالهم والمشاكل اللي كطرح لهم ديال هذا التوقف عن الدراسه، راه باب لا يسد نهائيا. هذا الموسم لا يزال قابلا للانقاذ؟ ما زال قابلا للانقاذ. الى متى؟ تقريبا واحد، باقي لنا عندنا واحد الاسبوع لهذا.
في الفيدرالية الوطنية المغربية لدينا تصور، لدينا نطلب ما دامت الحكومة اتخذت هذه الخطوة الإيجابية ونتمنها، نريدها أن تأخذ خطوات أخرى. سينطلق الحوار حول المرسوم، اختلف الناس حول التجميد والإسقاط وناقشنا هذه الأمور هذا، ولكن مطلوب من الحكومة ومن النقابات اليوم أن الحوار ديال الخميس يتوسع أكثر من ما هو عليه اليوم. لماذا لا نشرك باقي النقابات التعليمية؟ لا نبحث اليوم عن الأب التمثيلي وغيرته، نحن في أزمة. لا نريد أن نبقى محتكرين على أربعة نقابات أدوا الدور ديالهم مشكورين، لكن اليوم في النقاش اللي جاي حول المرسوم، نريد أن الحكومة والنقابات معا يدفعوا في اتجاه أن الخميس مقبل يكونوا حاضرين فيه جميع النقابات، ماشي فقط النقابات ذات التمثيلية. هذه وحدة. جوج، أن ضروري أننا نلقوا صيغة من هنا للخميس لإشراك الهيئات اللي تداعي الإضراب، اللي هي التنسيقيات. وهذه التنسيقيات دعوناها بصفة غير رسمية وفي مكالمتنا بأنها يجب أن تستحضر الوضع الخطير التي تعيشه الأسر والتلاميذ ديال المدرسة العمومية. حنا ماشي في وضع عادي باش نبقاو نتشرطوا للشروط وتفسير وتأويل ديال التجميد والتجويل ديال الإسقاط. اليوم خاص الجميع يدخل للحوار ديال الخميس بدون شروط. أمامنا مرسوم وقع عليه الاختلاف، خاص هذاك المرسوم يتحط فوق الطاولة، تحط فيه ما هو إيجابي ويشوف ما هو سلبي وما هو يعني اعترض عليه النساء ورجال التعليم ويتصحح. وأعتقد بأن إذا ما مشيناش في هذه المنهجية وما الحدود سميتو وما دفعناش هذا الاتجاه، لا أظن بأن الأمور غادي توقف، غادي نطيحوا في مشاكل أخطر من اللي كنا عايشين فيها اليوم. أنا أهيب ورسالتي موجهة للتنسيقيات كما وجهتها إلى العديد من النساء ورجال التعليم، أن التنسيقيات اليوم يبدلوا لينا هذوك البيانات، غيقولوا للتنسيقيات بأننا احنا مستعدين للحوار على أساس مرسوم متوافق عليه، سواء جمدنا أو أسقطنا، حنا بغينا مرسوم متجاوز عليه، خصوصا أن اليوم إمكانية مفتوحة للجانب أو الإجراءات ذات الأثر المالي كانت مشجعة، حقيقة هي غير كافية. إلى جينا نشوفها هي غير كافية. لماذا؟ لأن القطاع ديال التعليم سنوات هو مخزون، هو مغطي، هو لدرجة أن جعلنا من الوظيفة التعليمية أدنى وظيفة في الوظائف العمومية، جعلنا من الدخل ديال النساء ورجال التعليم يقتربون من الحد الأدنى للأجور، وهذا لا يتوافق مع شعار جودة التعليم ومع شعار أن المدرسة العمومية الرافعة التنمية وهي الباب من أبواب اللي فتح لي بلادنا لتكون من دول صاعدة. هذا لنا تراكم ديال أكثر من 15 سنة، ولكن اليوم خصنا نشوفوه في الوجه الآخر. اليوم عندنا 17 مليون 7 مليون ديال التلاميذ والتلاميذ في الغرق، سنعرفوهم راه سيغرقون، لان ما نسميوش شي سميه اخرى. لهذا نريد بان الاطراف الاربعه، الوزاره، الحكومه، النقابات، التنسيقيات يتحملون مسؤوليتهم. حنا اباء وناشئ كثيرا التنسيقيات يتذكر النساء ورجال التعليم بان الاباء وقفوا الى جانبه في هذه المعركه، وقفوا إلى جانبهم، طالبوا الحكومة، طالبوا الوزارة بفتح حوار، اعترفوا بأحقيتهم في ملفاتهم الطلابية، في حقهم ناخذوا واحد الوضع اعتباري وتحسين الوضع المهني ديالهم والاجتماعي، كل هذوك. ولكن جاء الوقت بأن هاد الناس يردوا، نضروا جزء من هذا الموقف، ما اعتبروش غير الموقف، اعتبروا الموقف ديال الآباء والممثلين ديالهم، يعتبروه يكون حاضر، حقاش الا ما تستحضروش ما درناش شي حاجه، ويفتحوا الباب باش نصحوا مجموعه من الاختلالات اللي واقعه. شكرا، نصحوا مزيان الاخطاء. شكرا استاذ مصطفى صائم، شكرا لك. استاذ علي فناش، طبعا نتحدث عن اضرابات، موجه اضرابات متتاليه في الواقع بين عطلتين بينيتين، والآن طبعا تجاوزنا الأمر إلى أسبوع آخر يلي العطلة الثانية ولا دراسة، كيف يقضي التلاميذ والتلميذات أيامهم هذه؟
شكرا سي محمد. يجب ان نعترف او نقر ان الاغلبيه الساحقه من التلاميذ هم ابناء الاسر الهشه والفقيره التي لم تستطع تنقيل ابنائها الى قطاعات اخرى او القيام بساعات اضافيه او غير ذلك. يجب ان نقر ان هذه الفئه الهشه هي الشعب، هي التي تستفيد من هذه المدرسة العمومية. ملي كنهضروا على المدرسة العمومية كنهضروا على واحد العلاقة اللي كتربط بين أسر الحي، العائل ألف أسر الحي، الآباء والأمهات مع هاد النساء ورجال التعليم، ودائما تتكون واحد العلاقة دائما يشوبها الاحترام، يشوبها التقدير. وسوف أحاول أن أتحدث بلغة المواطن البسيط، لغة مواطن في ذوق نظيف وقيغان، ومواطن أو لا يعرف هذا الصراع ولا يعرف حيثيات هذه المشاكل مع الوزارة والزيادة في الأجور وغير ذلك. يجب أن نقر أن العلاقة التي تربطنا مع المؤسسة العمومية المدرسة تكون كثيرا مع السادة الأساتذة. ومن هذا المنظر، من هذا المنطلق، أقول أن هذه الفئة دائما نقدرها، وحتى في بياناتنا وفي بلاغاتنا نحن في الفيدرالية الوطنية دائما نساند هذه الفئة من رجال التعليم، نريد أن تتحسن وضعيتها، لأن تحسين وضعية الموارد البشرية يعني تحسين ظروف العمل في المؤسسة التعليمية. لكن في هذا الوقت، في هذا الظرف الذي نجد فيه التلميذ في الشارع، يعني بعيدا عن الأقسام، فهو وضع غير لا يتمناه أي أحد ولا يريده أن يستمر. لذا نناشد هذه الفئة أن هذه العلاقة اللي بيننا وبين الأسرة التعليمية أن تستمر، فيها واحد النوع من تقدير لهذا الوضع ديال الأسر. هذه الأسر هي الفئة اللي ما عندهاش القدرة أنها تمشي للقطاعات الأخرى. هذه الفئة هي اللي متضررة أكثر. إذا في النضال ديالنا دائما نستحضر الحقوق الأخرى، حقوق الأبناء، حقوق الطرف الثاني. يعني صحيح أنا معك في الدفاع عن أو في المطالبة بحقوقك، لكن يجب أن نستحضر حقوق الآخرين. وحين نتحدث عن الآخرين نحن نتحدث عن فئة هم التلاميذ، ليسوا أوراق إدارية يمكن تأجيلها إلى ما بعد. هذا الزمن المدرسي وليسوا أيضا أوراق ضغط، أكبر ضربة للتعليم وأكبر ضربة يمكن أن تصيب التلميذ، لأن ذاك التوقف عن التدريس والتوقف الحصص يعني أن التلميذ بحال تفورماطا، يعني خاصو يعاود يرجع من جديد تبدأ معاه. الإضرابات في هذا العطل، إحنا ما زلنا نأمل خيرا، ما زلنا نأمل خيرا أن هذا الوضع سوف يتغير وسوف تعود الأمور إلى مجاريها، وأن العطل أو هذه الإضرابات يمكن استدراك الأمر بنوع آخر أو بصيغ أخرى. نحن في الفيدرالية الوطنية هذا هو المطلب الذي سوف يكون همنا ما بعد هذه العودة، هو كيف سيتم استدراك الوقت الذي تم هدره خلال هذه التوقفات المستمرة. هل تحسون أنه مسألة استدراك الزمن المدرسي كان مسألة ثانوية في المطالب وفي النقاشات وفي الحوار؟ سيدي الكريم، استدراك الزمن المدرسي نعم يمكن أن نقول أنه ممكن في الحوارات ديالنا، لكن هل تحسون بأنه أولوية الآن في هذه المرحلة في النقاشات بين النقابات والحكومة، وأيضا في النقاش بين التنسيقيات والنقابات والحكومة؟ نعم، هذا مطلب، هذا أكيد أنه يجب أن يكون ضمن الأولويات. ولكن ما دام نرى أن الحوار ما زال مستمرا مع الحكومة وأن الباب مفتوح مع النقابات الأكثر تمثيلية، هذا ممكن، لأن يمكن مناقشة كيفية استدراك هذا الوقت الذي تم هدره. طيب، شكرا لك أستاذ يناير، ما زال كيلو. شكرا لك أستاذ علي فناش. أستاذ محمد خفيفي،
هناك اجتماع مرتقب لكم مع الحكومة، هل تعرفون مسبقا النقاط الأساسية التي تريدون بالفعل تغييرها من أجل عكس مسار هذه الأزمة؟ ما هي النقاط الأساسية برأيك؟ قبل أن أجيب على السؤال، أنا بغيت أوضح واحد المسألة مرتبطة بالسؤال اللي تطرح دابا الآن. وفعلا أن التلميذ المغربي اليوم يعيش شرخا نفسيا خطيرا جدا بعد مرور شهرين متتاليين من الإضرابات. أنا كنبغي الإخوان والأخوات يستحضروا هذا الواقع العنيف اللي كيعيشه الطفل المغربي، وهو خصوصا في المدن وفي الحواضر، وهو يرى سيارات النقل الصفراء تنقل أقرانه إلى المدارس الخصوصية. وضع كما قلت عنيف، وأتمنى من جميع الإخوة والأخوات نساء ورجال التعليم أن يستحضروا هذه النقطة الأساسية. طيب أنا أريد أن أركز أيضا على هذه النقطة، لأنه أيضا أستاذ خفيفي مجال التعليم، لأنه الأطراف في الواقع ليست حاضرة كلها، مجال التعليم هو مسؤولية اجتماعية، وحينما تتوقف الخدمة الاجتماعية في قطاع حيوي هناك طبعا منطق للأشياء وأعراف وتقاليد في هذا الاتجاه، سواء تعلق الأمر بقطاعات اجتماعية كالتعليم أو الصحة أو أشياء من هذا القبيل. الأطراف ليست كلها موجودة الآن في هذا النقاش حتى أفتحه، لكن دعني أسألك عن الاجتماعات المرتقبة الخميس مع الحكومة، النقاط الأساسية التي تريدون لقاء الخميس مع الحكومة، النقاط التي تريدون بالفعل تغييرها في النظام الأساسي. توجهنا يوم الخميس هو بهدف استراتيجي واضح وبين، وهو إعادة النظر في النظام الأساسي على اعتبار أنه تم إيقاف العمل به. والدليل على ذلك هو الدورية اللي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، واللي استثنينا منها المباراة اللي غادي تكون خاصة بالراغبين في الدخول إلى قطاع التعليم. بمعنى واضح أن جميع المواد المطروحة في النظام الأساسي السابق من المادة 1 إلى المادة 98 كلها ستكون على طاولة النقاش، بدءا من المادة 1 التي أثارت جدلا وسط نساء ورجال التعليم حينما تم تسمية موظفي وزارة التربية الوطنية بالموارد البشرية. احنا درنا تحفظ على هذه الكلمة. هناك مجموعة من النقاط تتعلق أولا بالمهام، المهام التي تم سردها في النظام الأساسي السابق. نحن مختلفون ومعترضون على هذه المهام على اعتبار أنه إذا كانت هناك مهام إضافية يجب أن تكون مقرونة بالتعويض. عدنا تحفظ على العقوبات، عدنا تحفظ أيضا على بعض التخريجات اللي هي مرتبطة، عدنا أيضا نقاش حول ساعات العمل، عدنا نقاش حول الساعات الإضافية. عدنا مشكل كبير ينتظرنا يوم الخميس، وهو المتعلق أيضا بقضية التعاقد. إذن هذا ملف كان اعتبره ساخن، وحنا كنقولوا بأن قدراتنا التفاوضية. ما هي الخطوط الحمراء لديكم في حاضرة؟ أولا الخطوط الحمراء التي لا تنازل عليها في لقائكم مع الحكومة فيما يتصل بالتعاقد، فيما يتصل بالعقوبات، فيما يتصل بتحديد المهام، فيما يتصل بالاقتطاعات من أجور المضربين. ما هي الخطوط الحمراء التي لديكم؟ على ذكر اقتطاعات من أجور الموظفين، كان هناك التزام من رئيس الحكومة أنه جميع الناس اللي غادي يلتحقوا بالأقسام ديالهم، بمعنى أنه غادي تسحب هذيك الاقتطاعات اللي مرتبطة بالشهر ديال نوفمبر. فيما يخص النظام الأساسي كما قلت، هناك نقاط اللي هي خلافية، ولا أعتقد أن هناك نقاط خطوط حمراء. المشكل هو في أنه أنا قصدت ما يهم نساء ورجال معنا الأشياء التي لا يمكن لكم كنقابات أن تتنازلوا عنها. لا يمكن أن نتنازل عن على إضافة مهام جديدة على كاهل الأستاذ. لا نقبل خطوط حمراء أيضا على مستوى العقوبات اللي احنا كنأكدوا أنها خاصة تبقى داخلة في إطار الوظيفة العمومية. لا يمكن أن نتنازل عن رفاقنا في الذين فرض عليهم التعاقد، باعتبار أنه يجب أن يكون إدماجهم واضحا في مسار الوظيفة العمومية، وغيرها من القضايا اللي كيظهر لي أنها كانت مجال
خلاف، وكانت من بين النقاط التي أثارت وأفاضت الكأس بالنسبة لاحتجاجات نساء ورجال التعليم. أنا على يقين بأن كما قلت قدرتنا التفاوضية غادي تخلينا أننا نمشيو في اتجاه نخرجوا قبل 15 يناير بمرسوم يكون في مستوى انتظارات نساء ورجال التعليم. هل تتحمل المدرسة العمومية أن يستمر هذا الحوار حتى 15 من يناير من أجل أن تتفقوا أنتم والحكومة والتنسيقيات من أجل أن يعود رجال ونساء التعليم إلى المدارس؟ هل يتحمل المجتمع حوارا بطيئا مثل هذا حتى 15 يناير؟ لأنه الزمن المدرسي يمضي يتآكل. يظهر لي أن الخطوة الأولى نعم ونحن واعين، نحن واعين بهذا الثقل، واعين بهدر الزمن المدرسي، واعين بالأزمة اللي تعيشها الأسر، واعين بالأزمة اللي كيعيشها التلميذ. ولذلك حنا مشينا في الخطوة الأولى ديال حلحلة المسائل المتعلقة بالأثر المالي، وكان هدفنا وأملنا أن نلقى استجابة من نساء ورجال التعليم. وبالفعل أؤكد أنه بالنسبة للأمس واليوم هناك مجموعة كبيرة من النساء ورجال التعليم انخرطوا في هذا المسلسل، وانخرطوا في ثقة متبادلة بينهم وبين نقاباتهم من أجل الدخول إلى الأقسام. ولكن كنأكد أن الحوار المركزي يوم الخميس سيسير في أفق إيجابي لا يمكن أن نعود به إلى الوراء. حتى أوضح لك أستاذ خفيفي، حينما ذكرت لا يحتم أي خطأ الحوار البطيء ممكن أن يكون في هذا الوسط، بذلك ما يحس هو الآباء والأمهات، الزمن لديهم هو غير الزمن لدى التنسيقيات، هو غير الزمن لدى الحكومة، هو غير الزمن لدى النقابات. صحيح احنا نريد أن نستدرك الزمن، وإحنا عندنا اليقين بأن نساء ورجال التعليم يمتلكون من القدرات ومن المهارات ما يمكنهم أن يتداركوا هذا الزمن. عندنا اليقين وأؤكدها وأكدتها في حوارات سابقة، نساء ورجال التعليم عندهم لهم من الكفاءات العليا أن يقلصوا هذا الفارق الزمني اللي ضاع، هذا الزمن المدرسي الضائع، انطلاقا من مجموعة من الإمكانيات. راه هناك حديث أيضا على تأخير العطلة، هناك حديث أيضا على اشتغال يوم السبت، هناك كاين إمكانيات كثيرة تا حاجة ما كتمكن تغلب الأساتذة والأستاذات. شكرا أستاذ محمد خفيفي. أستاذ مصطفى صائن، نتحدث طبعا ونحن نقترب حثيثا من منتصف دجنبر، وفي الواقع التلاميذ لا يدرسون، وهذا طبعا أمر محزن. بالنسبة إليكم، ما هي المداخل الممكنة إذا حصلت اختراقات حقيقية في حوار الحكومة مع النقابات هذا الخميس حتى نهاية الأسبوع، بالشكل الذي يمكن به أن نستدرك الزمن وأن يكون هذا الموسم الدراسي موسما من حيث التنظيم، من حيث النتائج، من حيث التعلمات والمكتسبات، وهذا موضوع مأساة أخرى طبعا في تصنيفاتنا وترتيباتنا الدولية، أن يكون تكون هذه السنة سنة عادية؟ أولا سي محمد، أنا لم أسمع الأجوبة ديال السي خفيفي فيما يخص النقاط الأساسية في الحوار ديال الخميس. طبعا سأختصر لك بشكل سريع جدا، قال بأنه سيكون هناك حديث مع الحكومة حول النقاط الأساسية، ما يتصل بالتعاقد، ما يتصل بالاقتطاعات، ما يتصل أيضا العقوبات، وما يتصل بتحديد المهام، وستتم مراجعة المواد، ما يقارب 100 مادة من النظام الأساسي مادة. تفضل أستاذ. طبعا كل هذا شيء إيجابي، مسائل إيجابية ومشجعة، ولكن سي محمد كن واقعيين. الناس اللي سيديروا الإضراب واللي داعي للاضراب ماشي هما النقابات، النقابات على راسنا، النقابات داروا الدور ديالهم، عندهم المهمة ديالهم وغتبقى دائما مستمرة. هاد النقاط باش نناقشوهم ونديروا الأهمية ديالهم ونعطيو فيهم إضافة ونحلحلوا الأمور ونزيدوا قدام، راه هالحوار لا أظن أن غادي يوقف لنا. احنا بالنسبة لنا احنا المعيار هو توقف الاحتجاجات إلى نهاية السنة، وندخلوا في واحد الصيرورة لإصلاح ما تم، إصلاح الأعطاب التي تمت، وكان عندنا مقترحات في هذا الباب. ولكن اليوم احنا نهيبوا
جميع اطراف ان يبدلوا جوج الحوايج، يبدلوا الاجنده ديال الحوار ويبدلوا مكونات ديال الحوار. المكونات ديال الحوار خاص يكونوا فيها جميع النقابات بدون استثناء، باش ما يبقى هذا نقابه ما دخلش الحوار وتخدم من خلال تنسيقيه، راه ما يمكنش. بما في ذلك تنسيقيات، ما كاينش علاقه. ها؟ بما في ذلك تنسيقيات تقصد؟ طبعا لا، تكون النقابات اللي هي مؤسسات معترف بها شر دستوريه، جميع النقابات ماشي غير الناس التمثيليه، هذه وحده. جوج تنسيقيات يخرجوا بلجنه ديال الحوار ديالهم، يبينوا اش عندهم، يقولوا لنا اشنو اللي باغيين، يدخلوا الحوار وحوار لا مشروط. رد الر ما كيستدعيش تبقى تقول لي استر لي هذه شعني وهذه شتعني، يكون واقعيين وجديين في العمل ديالهم، وحنا نراقب الموقف ديالهم، راه نراقبه. ما عندناش عليهم جهد على اي واحد، هنا ما عندناش جهد لا على الوزاره لا على الحكومه لا على النقابات، ولكن حنا تنشوفوا حنا كمجتمع مدني تنتمناو ان التنسيقيه تاو ياخذوا المبادره يعبروا انهم باغيين يدخلوا الحوار ديال الخميس باش يتم عمليات ديال مراجعات واعاده النظر في المرسوم ديال النظام الاساسي. طبعا واذا من يدخلوا راه غادي يجدوا له ان اولا 15 يناير بعيد هذا الموعد، هذا 18 يوم كافيه، نهايه نوفمبر كافيه ان يخرج، ولكن احنا ما غنستناوش حتى نوفمبر لوقوف الاحتجاجات. التلاميذ لا يدرسون، لا يذهبون الى المدارس، لا خصنا الخميس. لا شوف، الا ما كانش الخميس وقفوا الاحتجاجات والضربات يعني ودخلنا في العبث، كون واضحين دخلنا في مسار اخر، هبطنا في الحدوره يعني كلها غادي يدير عيط على الالم. حنا كنهضروا على ان الناس تدخل الحوار وتوقف الاضرابات، الا كيعبروا على حسن نيه دخلوا الحوار ويوقفوا الاضرابات، وفي الحوار لا مشروط غيدخلوا يحطوا المرسوم قدامهم ويشوفوا واش غيديروا فيه. طبعا اللي تيبان من خلال استقراء ديالنا الوضع كاين واحد المشكل خطير، هو اللي واخا غادي ننهي ونجيبوا المرسوم ونوقفوا الاضرابات ونكون مستانين، كاين واحد المشكل اللي تكرر خاصنا نحسبوه وصفتحوا مزيان، والمشكل ديال التعاقد. المشكل ديال التعاقد هو العمود الفقري ديال هذا المشكل. راه الناس واش الناس عطاتهم درجه اضافيه وعطاتهم بزيادات، ولكن المشكل الاساسي اللي راه واخا تجاوزوا اليوم غادي نوض غدا، خاصنا نشوفوا هذا المشكل ديال التعاقد. طيب الوزاره كتقول لك ما بقاش عندي التعاقد، الوظائف ديال الاكاديميه والذين يكونوا عندهم التعاقد تيقول لك باقي التعاقد. شكرا. المؤشر شنو هو المؤشر؟ تيقول لك شنو هو باش ما تبقاش تقول راني متعاقد، تيقول لك راه خاصني يكون عندي رقم ثاني. خاص الناس الوزاره والحكومه تجاوب، خاصني رقم مالي مركزي، ما تقول لي غندير رقم مركزي مالي ولا ما غنديروش ولماذا؟ باش طيب نفكوا المشكل. شكرا لك كما تيقول خاصنا نفرضوا الرمانه. شكرا لك استاذ مصطفى صائن على هذا الوضوح. استاذ علي فناش، طبعا نحن نقترب حثيثا من نهايه دجنبر، وهناك لنقل صعوبات وعسر في هذا الحوار، وايضا حتى في انعكاسات وعمليا في التوترات الاجتماعيه في قطاع التعليم، ما يرتبط باستمرار عدد من التنسيقيات في الاضرابات. انتم كيف تنظرون الى استمرار هذه الاضرابات وانعكاساتها على التلاميذ بالنسبة للموسم الدراسي برمته ونحن نقترب حثيثا من نهاية السنة؟ أولا يجب أن نبلغ رسالة لجميع الأطراف، هو أننا سئمنا من هذا الوضع، سئمنا من الاستمرار في هذا التوقف عن الدراسة. وفي نظري الحوار ما دام كان مفتوح الحوار، أنا كنشوف أن النقابات الحكومة يجب أن يتحملوا مسؤولياته، حتى القطاع حتى التنسيقيات والفئات الأخرى المضربة. علاش؟ لأن هاد الوليدات هادو ماشي لعبة، هاد الوليدات هادو تعرضوا لنكسة قبل من هاد الإضراب ونكسات. هذا واحد الجيل راه الا تبعنا هذا الجيل دابا من الدخول ديال المدرسه حتى البكالوريا، غادي نوجدوا فيه ان كاين توقفات بسبب كورونا، كاين توقفات. الجيل ديال كورونا هو هذا، توقفات بسبب الفئات الاخرى ديال التعاقد. يعني هذا الجيل هذا
الا استمر الوضع حتى الا كانت تسناو حتى ال 15 حتى يكملوا الحوارات بين النقابات باش نقولوا راه يعني هذا لا يمكن قبوله. وبالتالي احنا غادي نحن كما نتواصل يوميا مع الاباء والامهات، الوضع لا يمكن قبوله لاننا لنا مطالب اخرى. نحن كذلك اباء عندنا مطالب، راه ماشي زعما راه المؤسسه التعليميه عندنا بخير وعلى خير وعلى ما يرام في جميع الجوانب، راه للاسر كذلك مطالب وحقوق يجب مراعاتها. لا 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 الان ما يجب التركيز عليه هو العوده الى 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 المدارس، الى ترتيبنا في المكتسبات، ترتيب التلاميذ الدولي في المكتسبات والتعلمات هو لا يشرف بالمره. نعم هذا انا لذلك اطرح سؤال الزمن المدرسي واغتنامه قبل ان نتحدث طبعا عن الجوده. لست متفقا مع هذه الدراسات التي طبعا انا لا اريد ان احمل المسؤوليه لاي فئه ولا الاساءه لاي فئه ولا لاي جهه، لانه حتى حوارنا هذا هو غير مكتمل في نهايه المطاف، ليست كل الاطراف حاضره. ولكن بالنسبه اليكم انتم منظور اغتنام الزمن المدرسي هو مساله حيويه جدا، هل تتخوفون من ان يطول الحوار؟ اكيد ان استدراك الزمن المدرسي هذا نقطه الاهم الان، لان ما ضاع لا يمكن استدراكه ما بعد يعني نهايه الحوار. احنا في الوقت الراهي نسعى الى استدراكه ومناقشه طرقه. تقدمنا طيب. في الفيدراليه الوطنيه بمقترحات في هذا الشان، ونتمنى شكرا ان يتم تفعيلها وان نستدرك ما ضاع من الزمان، كما اننا دائما مع عوده التلاميذ الى الاقسام، والا والله. سوف تكون هناك امور اخرى لا تحمد عقباها وسيضيع. شكرا جزيلا لك استاذ علي فناش. من ابنائنا. شكرا لك استاذ محمد خفيفي، طبعا لكم هذا اللقاء. هل النقطه المركزيه فيه هو مساله التعاقد هي التي من شانها ان تحدث منعطف ما في هذه الازمه؟ نتمنى ان تتفهم الحكومه هذا المطلب الحيوي، لاننا احنا بالنسبه لنا هذا المطلب مرتبط باصلاح المنظومه التربويه ككل. نضالات أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عمرت طويلا، النقابات أيضا في مرافعاتها حول هذا الملف لم تتوانى في يوم من الأيام عن المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. سيكون هذا الملف حارقا. من خلال حديثكم للحكومة التقيتموها عدة مرات، هل تلمسون أن هناك قبول من أجل تجاوز هذه العقبة؟ لا، في اللقاءات السابقة لم تطرح الملفات المطلبية، لا سواء مع رئيس الحكومة، اللقاءات اللي موراها كانت مع سي فوزي القجاع، كان كما قلت قبيلة عندها طبيعة مرتبطة بالجانب المادي. حنا كراهنوا على أساس بهي باش نوضح واحد النقطة أساسية، الحوار لن يطول هذه المرة. استفدنا من التجارب السابقة واعتبرنا أن اللقاءات الطويلة والماراثونية اللي دخلتنا لها وزارة التربية الوطنية في التجربة السابقة لن تتكرر. هناك تعهد من جميع الأطراف، لا النقابة ولا الحكومة، على أساس أن هذا الحوار سيكون متواصلا في يومين أو ثلاثة أيام من أجل إنهاء جميع المشاكل العالقة. وبطبيعة الحال كما يعلم الجميع أن مجموعة من النقاط اللي هي مطروحة في النظام الأساسي هي نقاط إيجابية. ما يمكنش مثلا الإخوان كلهم كيعرفوا بأن هذا النظام الأساسي السابق غادي نخليو فيه مثلا القضية ديال خارج السلم، ما يمكنناش نحيدوها منها، بالإضافة إلى بعض النقاط اللي كنشوفوها احنا عادية ولا تثير حفيظة أي حد، في حين كما قلت سابقا هناك نقاط اللي يجب الوقوف عندها ويجب التوافق حولها بما يخدم المنظومة التربوية، بما يخدم المدرسة العمومية، وما يخدم أيضا النساء ورجال التعليم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الاتحاد المغربي للشغل. شكرا لك على كل هذه التوضيحات من المحمدية. نشكر من خريبقة الأستاذ مصطفى صائن الكاتب العام والناطق باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء تلاميذ بالمغرب. نشكر أيضا الأستاذ علي فناش نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب من تيزنيت على مشاركته القيمة معنا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.